طبعا نحن هنا المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لبحث كافة السبل الممكنة للتعاون في مجالات عديدة، منها مجالات التطوير الزراعي وأيضا الحلول التقنية الحديثة لدعم قطاع الزراعة في أفريقيا وفي العالم الإسلامي بشكل كبير. ونحن الحقيقة سعيدون بكل ما رأيناه اليوم من إنجازات ومن الحقيقة من أمور أتمنى إن شاء الله أن يستفيد منها العالم الإسلامي بشكل كبير، ومزيد إن شاء الله من التقدم والنجاح والازدهار للمملكة المغربية.